وخلال لقاء أجرته مفادة التلفزيون المصري رغدة أبو ليلى، أكدت الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس المنظمة العربية للحوار أن المنتدى يعد فرصة كبيرة لإثبات ريادة مصر وهي على أعتاب جمهورية جديدة. تواصل مع حضراتكم على شاشة التلفزيون المصري في هذه التغطية المتواصلة لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة من مدينة شرم الشيخ، ويسعدنا أن تكون معنا في هذا اللقاء دكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس المنظمة العربية للحوار. اهلا بحضرتك دكتور حنان. اهلا وسهلا يا استاذه رغده. يعني لما نقول عوده منتدى شباب العالم في نسخته الرابعه بعد جائحه كورونا، تعليق حضرتك ايه على العنوان ده؟ الحقيقه طبعا يعني انا عايزه اقول ان احنا بنهنئ انفسنا وبنهنئ مصر كلها، يعني فخامه السيد الرئيس، الحكومه المصريه، الشعب المصري بعوده منتدى شباب العالم بعد ازمه كورونا. توقفنا شويه بس رجعنا الحمد لله، وعوده قويه، لان احنا بنقول ان المنتدى هو دايما جسر لنقل صوره مصر الايجابيه في الخارج، ويعني الحمد لله فعلا احنا في فرصه ذهبيه لتقديم مصر الجديده، مصر الجمهوريه الجديده، الانجازات الجديده. كل يوم في مصر دلوقتي عندنا انجاز جديد وبناء جديد، فلما المنتدى يرجع بهذه النوعيه المتميزه، يعني احنا شفنا في المنتدى وحضرتك اكيد لاحظتي والساده المشاهدين ان في عينه يعني نوعيه الحضور مميزه جدا ومن كل انحاء العالم، 196 دوله، شباب متنوع، موضوعات الاجنده اكيد هنتكلم عليها صعبه ومعقده لكن نماذج رائعه. فانا بقول يعني الف مبروك لمصر كلها، واحنا سعداء، واهلا بكل الناس على شرم الشيخ مدينه السلام. يعني حضرتك حضرتي في العديد من ورش العمل المنتدى ومنها ورشة عمل حياة كريمة. أيوة. تكلمينا عن مشاركتك فيها والتوصيات اللي خرجت بيها. هو طبعا يعني الحمد لله يعني المنتدى فيه أجندة مميزة جدا ومتنوعة، وأنا يعني كنت حريصة أن أنا أدخل في أكتر من فعالية علشان أشوف الإطار العام للجلسات. فأنا طبعا ساعدني الحظ أن أنا حضرت، كان أول الورشة التحضيرية كانت ورشة حياة كريمة وكانت مميزة جدا من حيث الحضور ومن حيث المتحدثين. أهم شيء هو تقديم تجربة مصر في حياة كريمة، إن إزاي إن إحنا نقدر نرتقي بحياة أكتر من 60 مليون مصري، تطور حياتهم، وإزاي رؤية الدولة في الارتقاء بحياة الإنسان، وإن هو ده المفهوم الحقيقي حقوق الإنسان في مصر. يعني حضرتك عارفة والسادة المشاهدين إن مصر عندها طبعا السنة اللي فاتت إحنا أطلقنا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. حياة كريمة هي أقوى إنعكاس وتقديم صورة حقوق الإنسان في مصر من خلال التميز اللي حصل عليه المواطن المصري من حياة صعبة، حياة غير أدمية، لحياة كريمة. يعني حتى اسمها كمان معبر على هذا طبعا الأمر. يعني وده بيعكس طبعا وبيأكد أن مبادرة حياة كريمة بتركز على بناء الإنسان، بناء الإنسان وتعزيز الاستثمار في تمام. البشر يعني هي فكرة يعني التنمية نفسها يا أستاذة رغدة، فكرة أن المسألة يعني المفهوم مش مفهوم تنموي، المفهوم حقوقي، أن من حق الإنسان أن يحيا حياة كريمة، وده اللي مصر بتنتهجه، وده اللي مصر كانت حريصة أنها تقدمه من خلال مشروع حياة كريمة، وده اللي تقدم في ورشة حياة كريمة من خلال النماذج اللي تقدمت. يعني أنا برضو خليني أشارك حضرتك والسادة المشاهدين، الشباب اللي بيعرض تجربة حياة كريمة شباب في منتهى التميز، منتهى الطلاقة، منتهى الإيمان بالرسالة والقضية، والأجمل كمان هو رد فعل الضيوف الأجانب. صحيح. يعني انا لاحظت ان في اكتر من ضيف اجنبي يعني اهتم جدا بالتجربه وبدا يسال عليها وبدا يعرف التفاصيل، حتى لدرجه ان قال ده شيء عظيم جدا لابد ان فعلا يوثق في تاريخ مصر كيف ارتقت مصر بحياه المواطن لحياه افضل. احنا عايزين برضو يعني نتكلم اكتر عن حضورك في ورشه عمل حقوق الانسان واهم ما تناولته من مناقشات. طبعا ورشه عمل حقوق الانسان او نموذج محاكاه حقوق الانسان، وطبعا ودي يعني فخامه السيد الرئيس، يعني كنا سعداء جدا ان هو كان موجود في نموذج المحاكاه امس، كان رائع جدا ان احنا نقدم التجربه المصريه ونشوف الى اي مدى مصر عندها التزام بالتعهدات الدوليه لمصفوفه حقوق الانسان دوليا وعلى المستوى الداخلي. وزي ما بقول لحضرتك مصر السنه اللي فاتت اطلقت الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان وفيها تعهدات واضحه صريحه بان مبادئ العهد الدولي لحقوق الانسان المتضمنه
30 مبدأ مصر بتلتزم بتطبيقها بمفهوم أساسي، وإن مفهوم مصر لحقوق الإنسان هو المفهوم الحقيقي اللي احنا بنطالب به، اللي حقوق الإنسان، الحق في الحياة، في الكرامة، في الإنسانية، في الحق في التعبير عن الرأي، كل هذه الحقوق صحيح المفهوم يعني. التنموي. ودي كانت التجربة المصرية كانت حريصة إنها نقدمها للعالم من خلال نموذج يعني تجربة مصر في ملف حقوق الإنسان. الحقيقة يعني هي اعتماد تناول حقوق الإنسان بشكل شامل ولا تقتصر فقط على حرية التعبير صحيح. والممارسة السياسية في إطار الاستراتيجية الشاملة لحقوق الإنسان. يعني زي ما حضرتك بتقولي يعني هو حقوق الإنسان مش الحق في التعبير فقط، الحق في الحياة الكريمة، حياة كريمة اللي لسه بنتكلم عليها، الحق في الصحة، الحياة مليون صحة للمواطن، موضوع التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، المفهوم التنموي بمفهوم حقوق الإنسان هو ده اللي احنا بنشتغل عليه. صحيح. طيب احنا برضو ننتقل لحضور حضرتك في ورشة عمل تمكين المرأة، توضح لنا المحاور اللي تم تناولها والخطوات الكبيرة اللي حققتها مصر في تمكين المرأة. هو طبعا ورشة عمل تمكين المرأة وكمان كان بالتركيز على جائحة كورونا، لأن حضرتك طبعا أستاذ المشاهدين أكيد عارفين أن النساء يعني ممكن من أكثر الضحايا في الأزمات الدولية، وكنا إحنا برضو النساء في العالم كله مش في مصر من أكثر الناس اللي تعرضوا لكثير من السلبيات جراء أزمة كورونا كوفيد 19. وهي طبعا زي ما حضرتك عارفة أن المنتدى هذا العام بيركز على العالم بعد كورونا وإن إزاي بنتعامل معاه، فمصر في ملف حول ملف المرأة بصراحة عندها ملف متميز جدا، لأن إحنا يعني بنشهد أن في تمكين للمرأة في كثير من المناحي السياسية، تمكين المرأة في مواقع صنع القرار، المرأة في البرلمان، المرأة في المرأة رئيسة جامعة، المرأة وزيرة، عندنا نماذج نسائيه ناجحه جدا، المراه يعني رائده اعمال، فالتجربه المصريه في المراه تجربه ناجحه جدا، وكان مهم ايضا ان احنا نقدمها للمجتمع الدولي. ورشه عمل المراه وتمكين المراه في المنتدى قدمت نماذج على اكثر من دوله، طبعا نماذج نسائيه لان حضرتك عارفه ان يبقى في نماذج تجارب دوليه وتجارب عربيه وتجارب مصريه، لكن انا كان هاممني ان التجربه المصريه فعلا نقدر نقدم قد ايه مصر رغم جائحه كورونا، الا ان احنا الحمد لله كان الخسائر كانت قليله زي ما قال يعني فخامه السيد الرئيس في الافتتاحيه، ان احنا لم نتوقف لحظه، يعني رغم جائحه كورونا والعالم كله متوقف الا ان على طول مصر قدرت ان هي تحصل لها الديجيتال ترانسفورميشن، التحول الرقمي، حتى في الجامعات احنا قدرنا لم نتوقف نشتغل اونلاين وقدرنا ان احنا نتواكب مع الظروف الصعبه وخرجنا من المحنه المنحه. من وجهه نظر حضرتك يعني كيف تكون مواجهه العالم ايجابيه وفعاله خلال الفترة القادمة تجاه التحديات التي فرضتها التغيرات المناخية؟ أنا طبعا الجلسة دي بالذات أنا بشكر حضرتك على أن حضرتك سألتيني فيها، لأن أنا الحقيقة يعني كنت متأثرة جدا بالجلسة دي لأكثر من مستوى، لأنها حملت رسائل عديدة. الرسالة الأساسية اللي فخامة السيد الرئيس لخصها لينا كلنا وقال الإنسان هو اللي بيبني وهو اللي بيدمر، فإحنا عاوزين الإنسان اللي بيبني. كانت التجربة المصرية تجربة مميزة جدا قدمها يعني دولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي عن تجربة مصر في مواجهة التغيرات المناخية. يعني أنا شخصيا يعني انبهرت بحجم المجهود اللي التجربة المصرية عملته، يعني حجم التحول اللي احنا واجهناه، يعني تحويل الحد من البلاستيك، مبادرات البيئية، مبادرة التحضر للأخضر، كلها أشياء كانت مبهرة وعظيمة، وكلها كانت كمان كانت موثقة، العرض كمان كان ثري جدا وكان شيق وأثار اهتمام كتير جدا من التجارب على يعني التجارب الدولية، اهتموا بالنموذج المصري حتى لدرجة ان كمان يعني لما ظهر معنا اونلاين يعني عبر الفيديو كونفرنس جون كيري واكثر من مسؤول دولي اشادوا بالتجربة المصرية، وطبعا وجهوا التهنئة للحكومة المصرية وفخامة السيد الرئيس على نجاح هذا الامر. كان لفت نظري كمان في هذه الجلسة الرئيسية فكرة ان احنا دلوقتي بنستعد طبعا لشرم الشيخ القمة القادمة ان شاء الله لتغير المناخ، احنا محتاجين بقى يعني احنا بقى يعني سيدات الاعلام ورجال الاعلام نشتغل اكتر في مسألة الوعي البيئي، لان اصبح مسألة حياة فعلا. احنا بنتكلم على مسألة البيئة والوعي البيئي زي ما فخامة السيد الرئيس واحنا في توجه المنتدى رؤية مصر 2030، فكرة ان التغير البيئي والتغير المناخي هو الحق في الحياة، الحفاظ على الحياة نفسها، هنا محتاجين بقى نمط اعلامي مختلف
يتعامل مع القضايا البيئية والتغير المناخي ويعمل توعية يعمل على موضوع الوعي التوعية البلاستيك. ورشة أو البانل ديسكشن الجلسة الرئيسية الخاصة من جلاكس والشرم الشيخ كانت مميزة جدا، وكان فيها كمان اللي احنا بنقوله اللي هو روح المنتدى. المنتدى ميزته كمان ان دايما بأجيال مختلفة، يعني من الخبراء ومن الشباب ومن نماذج ملهمة، فهو ده سر نجاح المنتدى ان هو البريدجنج، الجسر. صحيح. الجسر اللي بينقل صورة مصر للعالم فعلا يعني. صحيح. يعني احنا في نهاية هذا اللقاء اتوجه بالشكر للدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس المنظمة العربية للحوار. مشاهدين احنا لسه متواصلين مع حضراتكم، وعودة مرة أخرى إلى زملائي بلو ستوديو. شكرا زميلتي رغدة أبو ليلى على هذا الحوار من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والحوار تطرق إلى أكثر من بعد فيما يتعلق بأهمية المشروع القومي حياة كريمة، هذه المبادرة التي تجتاح محافظات مصر جميعها وتحدث فيها نوع من إعادة إحياء وإعادة الحياة مرة أخرى بشكلها الراقي الآدمي في محافظات جمهورية مصر العربية. حياة كريمة التي يشيد بها كل المنظمات الدولية المشاركة وكل الجنسيات المشاركة في منتدى شباب العالم.